مميز. احنا بنتكلم دلوقتي على ثورة 30 يونيو، المرأة المصرية كان لها دور مهم جدا وإيجابي، وعي بأولويات بلادها وقلبها على يعني على بلدها بطريقة كبيرة جدا. الميزة النهاردة ان احنا كله متواجد، الحكومة متواجدة، المجتمع المدني، ممثلين من المحافظات المختلفة، وممثلين من المرأة المصرية بالخارج. فكانت دائرة نقاش يعني ثرية جدا، اتكلمنا على كل التحديات، وكلنا طبعا امال. احنا عملنا يعني انجازات كتيرة، سيادة الرئيس اعلن عام 2017 عام المرأة، والاهم انه بالفعل حصل تنفيذ لهذا الاعلان على ارض الواقع. يعني اول مرة يبقى في هذا العصر يكون اربع وزيرات، كان قبل كده دايما وزيرة أو وزيرتين، وبعدين كل وزيرة مننا عندها أكتر من محفظة. يعني نتكلم حتى وزيرة التخطيط عندها التخطيط والتنمية الإدارية، وزيرة التضامن دكتورة غادة عندها التأمينات وصامو، فكلنا وأنا كوزيرة مختصة برضو عن الاستثمار والتعاون الدولي. فإحنا كمان يعني لنا دور مهم جدا في الحكومة، وداعمين للمرأة المعيلة، المرأة الريف، المرأة العاملة، الأم، لأن يعني احنا في الاخر نص المجتمع، ولازم نكون يعني الحمد لله الدولة يعني استثمرت فينا سواء في تعليم او تدريب او رعاية صحية، فلذلك احنا لازم يكون لنا برضو دور ايجابي في النمو الاقتصادي في الاستثمار. وكنت عايزة اقول واكد نقطة ان هو مش بس اعلان عام 2017 عام المرأة، لكن بالفعل 25% من نائبات من السيدات، اربع وزيرات، اول مرة يكون عندنا محافظة، ودي كلها يعني تأكيد على دور المرأة الفعال في هذه الفترة. احنا بنتكلم على الاستثمار، اول مرة قانون الاستثمار يبقى فيه مادة 2 بتنص على تكافؤ في الفرص للمستثمرين، سواء من يعني ان الجنس لا يكون اي نوع من العائق، وبرده طبعا دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة اللي اغلبيتها بيبقى نسبة 40% من السيدات، المشاريع متناهية الصغر 80% منها بالسيدة، لان هي دايما المرأة في الريف بتبقى بتوازي، حريصة جدا. بنتكلم على الصعيد، بنتكلم على سيناء، حريصة جدا، وطبعا بالطبيعي في القاهرة وفي كل المدن، انها توازي بين واجباتها الأسرية وبين طبعا عملها، وان هي عايزة تكون مساهمة في تحسين دخل أسرتها، وبرضو عايزة تكون يعني مربية لأولادها وحريصة على بيتها. فازاي ان احنا هذا المناخ الاستثمار يكون مفيش فيه عوائق، ويكون ميسر ليها انها تقدر توازي بين الدورين بإذن الله في فترة قادمة. لو كان أهم المحاور المفروض كانت ماشي النهارده في المؤتمر ومش موجود على الأقل. لا بالعكس، احنا لسه في اول يوم في المؤتمر، لسه في بكره هيكون ده يعني جلسات مختلفه، وشايفه ان احنا ان شاء الله ده دورنا يعني التواجد، وانتم حتى الاعلام معانا النهارده، لو في اي نقاط شايفين ان احنا نحب نناقشها او ناكدها في الفتره اللي جايه يا ريت. بالعكس احنا مفيش يعني مفيش برامج جايزين مشاركات معاهم وهم جايين بالذات المختصين في الاستثمار؟ لا والله كتير من السيدات اللي جايين من دول مختلفه جايين برضو حريصين ان هم يعني يحصل نقاش بينهم وبين وزاره الاستثمار، جايين بافكار كتيره، عايزين يكونوا هم زي سفراء لينا. بنتكلم مثلا على خريطه استثماريه اللي حاليا الوزاره بتعدها، عايزين يفهموا اكتر ايه القانون وايه الحوافز القانون بيقدمها، فهم يعني ان شاء الله في الفتره الجايه يكون بيمثلين. وفي تعاون بقى بيني وبين في المجال ده مع الوزيره نبيله، لان هي طبعا اكتر اتصالا بالمصريين بالخارج، وهي ان شاء الله في الفتره القادمه هيكون في يعني فريق عمل نتحرك ازاي سريعا لشرح كل المزايا وكل الفرص الاستثماريه، يكون هم سفراءنا ان شاء الله في الخير.